لما بيبقى العمق 16 17 متر والتيارات ضعيفة والسمك موجود، انت مش بتحتاج تعمل جيجنج، انت بتعمل حاجة اسمها تويتشنج. تويتشنج يعني انت يا دوب بس بتنزل الجيج على الارض وتبتدي تحرك السنارة خفيف فوق الارض مباشرة، يعني ممكن تلعب في نص متر متر بالكتير، لان انت عارف ان السمكة حاضرة وموجودة على الارض وشايف طبعا على السونار انا عندي ان السمك بيلعب تحت خالص مش موجود فوق لسه. بالمناسبة يا جماعة عشان في ناس برضو بتقول يا عم جيجات دي مش موجودة عندنا، ده جيج صيني من شركة من علي اكسبريس، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. جيجات اقتصادية جدا ورخيصة، انا جربتها كذا مرة بصراحة، دي تقريبا انضف شركة صيني او من علي اكسبريس، يعني حاجة مش مشهورة بس دي انضف حاجة انا استخدمتها.